أهلا بكم أعزائي المشاهدين. كلينومينيا هي حالة نفسية تصيب الإنسان وتجعله يشعر برغبة شديدة في البقاء في السرير، وهذه الحالة النفسية يضع انتشارها بشكل واسع بسبب انتشار معدل تصفح الإنترنت، والتي تزايدت لحد كبير خلال السنوات الأخيرة، وهي عبارة عن حالة مرضية شائعة جدا تتسبب في عدم قدرة الأشخاص على الاستيقاظ ومغادرة السرير بغض النظر عن طبيعة مسؤولياتهم في العالم الخارجي. هذه الحالة ليست خطيرة، ولكنها قد تؤثر في أداء الإنسان عند مرحلة النضوج أو ما بعد المراهقة، وقد تصل نسبتها إلى حوالي 65% من المراهقين ولمدة زمنية معينة من عمرهم. هناك العديد من الاضطرابات كالاكتئاب ومتلازمة التعب المزمن واضطرابات القلق الأخرى التي تدفع الكثير إلى الاستغراق في النوم وتجنب التحديات اليومية في الخارج، إلا أن الأشخاص المصابين بالكلينومينيا يشعرون بالرغبة في البقاء بالسرير بغض النظر عن النتائج. يمكن أن يتراوح علاج حالة كلينومينيا ما بين قيام الأشخاص المصابين بمجموعة من الممارسات الرياضية بشكل منتظم، مع مراعاة الحصول على نظام غذائي صحي، أو تناول بعض العقاقير الطبية، أو استشارة أحد أطباء علم النفس.